مضطر معقول جبت حماتي شو مشان على الساق وين صار على الساق شو احكي لي يا عبد الله أنا اسمي حسن دلان نازع كنت من خطاب نزعت خارج الخور وجا الحرب ضرب علينا واخترقنا وسعفونا وكنت علي ماي ولا المستشفى أنا اسمي بشير عابدين من معارة النعمان ريف إدلب الجنوبي. هاي الطفلة اجتنا من مزرعة الكيماوي بخان شيخون وكانت مصابة بالكيماوي والحمد لله رب العالمين كانت مفقودة تقريبا شيء ظلت شيء 10 ساعات 15 ساعة تقريبا الحمد لله رب العالمين انها هلا صحة جيدة وتعرفنا على اهلها وان شاء الله كله خير الحمد لله رب العالمين وما بنوجه غير انه حسبي الله ونعم الوكيل بكل شيء طغى على المسلمين وخدع المسلمين الله لا يسامح جميع اللي بيطعم بكل شيء مسلم طيب اول ما اجت هاي البنت عم في ايش كانت الاعراض عندها اعراض انه الطفل عم يموت قدام عينك لا تنفس لا اي شيء هذا كمان بيحرق قلب يعني هاد جميع كل شيء برا دول العرب انه عم تتفرج على اطفالنا عم تموت مبسوطين هيك اذا مبسوطين فان شاء الله رح نلتقى عند رب العالمين ورح نتحاسب على هذا الشيء انا مصطفى من مسعف مع الكادر الطبي في هاي النقطه الطبيه البارحه بحدود الساعة 7:30 تقريبا يعني اجانا حالات اختناق نتيجة استنشاق غازات سامة طبعا الحالات اجتنا حالات غريبة منا في شيء اسمه عنا الحدقة الدبوسية التهيج خروج الزبد تدهور الصحي السريع في حالة المرضى اجانا اعداد كبيرة جدا وصلنا بحدود نقطتنا الطبية نحن بحدود 150 مصاب تقريبا يعني دخلوا لعنا عملنا الاسعافات اللازمه من اتروبين من اعطيناهم بيكربون ارزاز اعطيناهم هيدروكورتيزون اعطيناهم الاسعافات الاوليه تنبوا تقريبا بحدود 15 واحد تقريبا تنبوا وتحولوا مباشر يعني على المنافس من ال 150 كمان بحدود 25 بين طفل وامراه توفوا بشكل مباشر من عدا اللي اجوا يعني متوفيين بالاساس انه اجوا وصلوا عنا متوفيين هلا نحن بالنسبه لنا قدرنا انه سبب الوفاه هو التسمم بغاز السارين لان هي اعراض غاز السارين والاطباء يعني حددوا انه غاز السارين بالنسبه للاعراض يعني سببنا لهالعدد هذا واسعفناهم وعملنا لهم لازم اعطينا ادويتهم حولناهم على نقاط قادر انه تقدم لهم العلاج افضل يعني منه تحول على تركيا منه تحولوا على باقي المشافي تقريبا مشافي المناطق الحدوديه والمشافي ضمن الشمال السوري كلها تعبت يعني انا بعض اهل المشافي صار يحط يعني برا بالارصف يعني ما ضل عنده محل يحط على سره يعني من كثر العدد الكبير قدر الله محمد زكرا قائد قطاع الدفاع المدني في معرة النعمان البارحة تقريبا الساعة بين 6:30 و7 قام الطيران السوري من نوع سيخوي 22 بقصف مدينة خان شيخون بغارتين 4 صواريخ فورا سمعنا على الأبضات أنه التنفيذ عبارة هو عن غاز كيماوي فورا توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الضربي فكانت الحالات حالات اختناق وقمنا بإسعاف بنقل المصابين إلى النقاط الطبية اشتركت في العملية جميع فرق الدفاع المدني لكثرة الإصابات في المنطقة كانت الإصابات أكثر من 400 إصابة بلغ عدد الشهداء حتى الآن ما يقارب 100 شهيد و 400 تقريبا 400 مصاب في حالات كثير حرجه التنفيذ كان عباره عن صاروخين 2 فراغيات واثنين محملات بمواد سامه كانت الحالات اللي تجي على النقاط الطبيه يعني واحنا نقلناها هي تلاقي صايبون حالات تشنج عصبي والزبد عم بزت من تمون زبد اصفر وبالاخر صير يطلع منهم دم يعني مو غاز كلور احنا تعاملنا مع غاز الكلور قبل مره بس مو هالحالات هاي
ولحد الان في مكان الضربه لحد الان الريحه، ريحه المواد السامه ما يشبه المبيدات الحشريه لحد الان موجوده.